تصدر النجم الإماراتي حسين الجسمي محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد غنائه باللغة التركية تزامنا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي أمس الاثنين. وبث الجسمي عبر قناتي في يوتيوب مساء الاثنين مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق يشتو فيه بأغنية كل شيء يذكرني بيك، وحملت مقدمة المقطع الغنائي إهداء من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي. ويظهر الجسمي وهو جالس يعزف على بيانو ويغني الأغنية باللغة التركية، وتلاحق صورته في المقطع مشاهد تبرز معالم تركيا والإمارات. وهذه الأغنية رددها الرئيس أردوغان في أكثر من مناسبة، وقد أدها عدد من الفنانين الأتراك، لكن نسخة الأبرز تعود للفنانة معزز أباجي، واكتسبت الأغنية بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي خلال رحلة صعود أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا عام 2002. وعبر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالأغنية التركية الشهيرة بصوت الجسمي، كما حقق الفيديو ما يقارب 250,000 مشاهدة بعد أقل 12 ساعة على صدوره عبر قناة حسين جسمي الرسمية بموقع يوتيوب.